بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أبو علي، رزق أطل فجل في الأرجاء، زفراته هبت على الغبراء. يا نكبة عمت على كل الورى، عمت على الآفاق والأرجاء، رزق محمد أوهى القوى. تالله رزق محمد أوهى القوى، وحش الضلوع وطوى الضلوع ومض فيل أحشائي. اليوم فقدت أباها فاطمة، اليوم
ضعف المصطفى والأنبياء بسيد الأمناء من دا يعز المشتبى في جده يا رسول الله من ذا يعز المشتبى في جده حسن الزكي وسيد الشهداء ومغابط الوحي التي قد عطلت لرزية وين المصيب وتعج فاطمة بقلب والي وحشا مسجرة بلا اطفاء ويا الزهرة ام الحسن هاي اخر ليلة اين الزهرة تشوف ابوها وياها العزيز الزهرة ام الحسن وياها مصيبة ابوها رسول الله الليلة البتولة لبست ثياب الرزية صوتك من شافة الهادي دنت من المني صاحت يا من هو للبري خير هادي اسمع كلمات وين يا مصطفى تفتت افادي بعدك يا ابوي اش حالتي وحالك اولادي من راحتك قلي متى ترجع علي ناد عليه لا تكثرين الصوايب ناد عليه لا تكثرين الصوايح وتزودي مني ترانا اليوم رايح نادت يا بويا وامتلى المنزل صرايح نادى عليها قربي لي يا زكية تتحمل يا ولاد تسمع هالبيت وبس ما يا الزهرة يندفن جسمي في التراب بتجيك يا زهرة مصايب ما لها حساب خدتش مضمونة ويقود ضاحي الباب وحتى من صياحك يمنعونك علي ما يا زهرة يندفن جسمي بالتراء بتجيك يا زهرة مصايب ما أحسن خديك يا لطمونة
قدودا حلبة وحتى من صياحة يمنعونك علي. الأمر كله لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ظالميكم أهل البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله العظيم في محكم كتابي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق مولانا العلي العظيم. الحديث في هذه الليلة أيها الأحبة انطلاقا من الآية المباركة يكون في بيان مقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أشرح في بيان بعض مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقدم مقدمة وهي بمثابة نقطة أولى حتى أدخل إلى بيان ولو بعض المقامات لرسول الأمة لنبي الأمة محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. الله صل وسلم على محمد. رحم الله من ذكر القائمة فقط. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. النقطة الأولى في بيان الطرق لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نقول الطرق لمعرفة رسول الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنها معرفته الإنسان العادي لا يتيسر له أن يدرك حقيقة رسول الله بداية قبل أن يعني حقيقة رسول الله وكن رسول الله لا يتيسر للإنسان أن يتعرف على هذه الحقيقة المحمدية باعتبار أن المعصوم لا يعرفه إلا معصوم مثله وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفني يا علي إلا الله وأنت وكذلك علي لا يعرفني علي إلا الله
وأن ولا يعرفك إلا الله وأنا. إذن حقيقة رسول الله لا تدرك، ولكن الوصول إلى بعض المقامات، الوصول إلى بعض المعارف المرتبطة برسول الله، الوصول إلى بعض المواصفات والصفات المحمدية، هذا الذي نستطيع أن نصل إليه. لكن حقيقة النبي هذا أمر غير متيسر، ولذلك نحن نبين بعض المقامات، هذا ما سوف يأتي في النقطة الثانية. أما النقطة الأولى في بيان الطرق الموصلة لمعرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عندنا ثلاثة طرق لمعرفة الرسول. الطريق الأول ما يسمى بمعرفة الشيء من خلال موجده وعلمه، هذا يسمونه طريق لمي. هذا الطريق، هذه التسمية تسمية منطقية. شلون يعني؟ الطريق اللمي أي أنه معرفة الشيء، حتى نتعرف على الشيء من خلال منه الذي أوجده، من خلال علته، الروح إلى العلة التي أوجدت هذا الشيء فنتعرف عليه. نتعرف على الشيء عن طريق من؟ موجده، عن طريق علته. هذا الطريق الأول. مثلا السؤال هنا، من أوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الله سبحانه وتعالى. من هي العلة، أو ما هو العلة لإيجاد، أو من الذي خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الله سبحانه وتعالى. علة رسول الله والموجد لرسول الله من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذا حتى نتعرف على النبي نذهب إلى من؟ إلى الله. الطريق الأول طريق اللمي، لمعرفة رسول الله نتوجه إلى من؟ كطريق أول إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نتوجه إلى الله شلون يعني؟ نسأل الله عن صفات رسول الله، عن مقامات رسول الله، أو أننا نتوجه إلى كلام الله؟ نتوجه إلى كلام الله. كلام الله أين موجود؟ في القرآن الكريم. نتوجه إلى القرآن الكريم الذي هو يمثل كلام الله. القرآن عندنا هو ماذا؟ هو كلام الله. حتى نتعرف على مقامات رسول الله نلجأ إلى الله. نلجأ إلى الله أين؟ عن طريق القرآن الكريم. فنقرأ القرآن الكريم ونتعرف على ماذا؟ نتعرف على مقامات رسول الله من خلال القرآن الكريم. لذلك نقرأ الآيات القرآنية التي تقول مثلا وتتحدث عن مقاماته، وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهلما جرب نتتبع الآيات القرآنية التي تحدثت عن رسول الله وعن مقاماته، فنتعرف على رسول الله من خلال من؟ من خلال القرآن. إذا الطريق الأول لمعرفة رسول الله هو ماذا؟ والقرآن الكريم الذي يمثل كلام الله عز وجل. على الطريق الأول زين. الطريق الثاني لمعرفة النبي ما هو؟ الطريق الأول عرفنا القرآن الكريم، نستطيع أن نفتح القرآن ونعرف النبي. نجي إلى الطريق الثاني، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من خلال رسول الله نتعرف على رسول الله. هو الرسول، من خلاله نتعرف على رسول الله. شلون؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أديب الله وعلي أديبي. أنا أديب الله وعلي أديبي. أيضا في رواية أخرى يقول: لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، عندما يتحدث عن نفسه فإننا نتعرف على مقاماته ونتعرف على صفاته ومواصفاته عن طريقه صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني لمعرفة النبي والتعرف على مقامات رسول الله ومواصفاته. الطريق الثالث
معرفة العلة. الطريق الثالث هو نفس رسول الله لمعرفة النبي. نتوجه إلى نفس رسول الله. سؤال: من هو نفس رسول الله؟ علي. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءنا وأنفسنا وأنفسكم. من هو نفس رسول الله؟ اللي طلع وياهم بالمباهلة منه وغير الحسن والحسين. حمل الحسين على صدره ومسك بيده اليمنى الحسن، ومن خلفه فاطمة، ومن خلف فاطمة علي. نفس رسول الله من هو؟ علي. علي. الطريق الثالث لمعرفة النبي نفس الرسول وهو علي. نجي إلى أمير المؤمنين ونقرأ ونتتبع أقوال من؟ أقوال الإمام علي في حق رسول الله. فنتعرف على شجاعته، على كرمه، على طيبه، على خلقه، على تقواه، على جهاده. أقرأ روايات الإمام علي وأقوال الإمام علي عليه السلام تتعرف على مقامة رسول الله. يقول الإمام علي عليه السلام: إذا اشتد بنا الأحمر، أو إذا احمر بنا البأس، اتقينا بمن؟ اتقينا برسول الله. إذا احمر بنا البأس اتقينا برسول الله. وكثير كثير واقعا هي الكلمات التي صدرت من الإمام علي عليه السلام تتحدث عن مقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة النقطة الأولى، خلاصة النقطة الأولى هي أن هنالك جملة من الطرق التي تؤدي إلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الطريق الأول هو معرفة الشيء من خلال موجده وعلته، وهو ما يسمى عند علماء المنطق بالطريق اللمي. وهنالك طريق آخر وهو عن طريق الرسول نفسه، وطريق ثالث وهو عن طريق نفس رسول الله ألا وهو علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الطرق التي تؤدي. أن تريد أن تتعرف على رسول الله، لديك القرآن، لديك نفس حديث رسول الله عندما يتحدث عن نفسه، ولديك الروايات التي يتحدث عنها الإمام علي في خصوص رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن نجي إلى النقطة واقعا الأهم، ولو نتحدث عن مقامين من مقامات رسول الله لا يسعنا الوقت، واقعا الحديث عن النبي وعن مقاماته يطول. نحتاج واقعا إلى كل مقام من مقاماته أن نجلس جلسة واحدة قرابة 45 دقيقة نتحدث عن هذا المقام ونعطيه حقه، ولكن أوتينا واقعا من هذا المقدار من الوقت أننا نتحدث ولو إجمالا، ونكثر من ذكر المقامات حتى نتعرف على رسول الله وعلى مقاماته وعلى صفاته. المقام الأول ما يسمى بالوجود النوري. قال أشرح شلون الوجود النوري. من هو أول مخلوق أوجده الله وخلقه الله؟ أول ما صدر عن الله من؟ أول ما خلق الله من؟ أول ما أوجده الله من؟ هو نور محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد. الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون هنالك شمس، قبل أن يكون هنالك ضياء، قبل أن تكون أرض، قبل أن تكون سماء، الله
قبل أن يخلق الأشياء. شنو كان موجود؟ كان عدم محض كما يقول الفلاسفة، كتم للعدم. يعني شنو كتم للعدم؟ يعني ما كان موجود إلا من؟ إلا الله. كون بعده ما موجود، خلق ما موجود، سماء ما موجودة. وهي كل حادثة صحيح ولا؟ لو السماء قديمة كل شيء حادث إلا من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان هنالك شيء، كان كتم للعدم أو عدم محض كما يعبر الفلاسفة. لا يوجد سماء ولا أرض ولا كون ولا ضياء ولا 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 إلى آخره من هذه الأمور. السؤال هنا، ما هو أول شيء صدر من الله؟ أول شيء صدر، يعني لما أراد أن يفتتح الوجود، يفتتح الوجود ويفتتح صفحة الوجود، ما هو أول شيء أوجده وافتتح به هذا الوجود؟ هو نور النبي صلى الله عليه وسلم. نور النبي مو البدن، البدن بعدين يجي. أول النور، أول ما ابتدأ به هو نور النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفلاسفة ايش يقولون في أبحاثهم؟ يقولون الصادر الأول. يعني شنو الصادر الأول؟ هاي كلمة ربما تمر عليك لكن تفهمها الآن. لما تسمعون كلمة عند الفلاسفة الصادر الأول، الصادر الأول يعني تعني ماذا؟ تعني أول ما صدر عن الله. الصادر الأول، ومن هو أول ما صدر عن الله؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول ما صدر عن الله وأول مخلوق وموجود على هيئة نورية أوجدها الله سبحانه وتعالى هو نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من الروايات التي تثبت هذا الكلام، الرواية الأولى وهي جابر الأنصاري، يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك. الأدلة اللي نثبتها على أن أول ما خلقه الله وأوجده الله ونور النبي، أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك قبل خلق الخلق. في روايات أخرى يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. على هيئة النوري، على هيئة النوري، وإلى آخره من الروايات. كثيرة هي الروايات التي تتحدث عن أسبقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوجود. ولذلك نحن نقرأ في الزيارة الجامعة فيما يخص وبعد نور النبي نور من؟ ففتق من ذلك النور نور من؟ نور علي، بعدين أولاد علي، صحيح ولا؟ ولذلك أنت اشتقرأ في الزيارة الجامعة بكم فتح الله. سؤال هنا، فتح ماذا؟ بكم فتح الله. الإمام الهادي خاطب المعصومين، بكم فتح الله. فتح ماذا؟ بعض العلماء من الآراء التي تفسر هذه الفقرة من الزيارة الجامعة تقول بكم فتح الله، يعني بأنوار أهل البيت محمد وآل محمد الله افتتح هذا الوجود وصفحة هذا الوجود. كنا أنوارا حول الأرش نسبح الله ويسبح أهل الأرض تسبيحا. كنا أنوارا صفوفا حولنا، كانوا على هيئة أنوار موجودين. والدليل أيضا على وجودهم وأسبقيتهم كثير. الآن الآية القرآنية ماذا تقول؟ وعلم آدم الأسماء. السؤال، ما هي الأسماء التي تعلمها آدم؟ ها؟ الرأي الصحيح الذي عليه الروايات أن الأسماء التي تعلمها آدم هي أسماء محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل
الأسماء هي أسماء أهل العلم، القرائن موجودة في الآية المباركة. هؤلاء الآية المباركة أن الأسماء التي تعلمها آدم هي أسماء محمد وآل محمد. إخوة إذا تعلم أسماء محمد وآل محمد هذا مو دليل على أنها موجودة في رتبة سابقة قبل آدم، ولكن على هيئة ماذا؟ نورية، يعني أسبقية نورية لمحمد وأسبقية جسدية لمن؟ لآدم. يعني بدن آدم أيهما أسبق؟ بدن آدم أم بدن النبي؟ بدن آدم، ولكن أيهما أسبق، نور النبي أم نور آدم؟ نور آدم، نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شايفين؟ وهذا دليل على أسبقية أنوار أهل البيت. إذن المقام الأول من مقامات رسول الله أنه أول شيء صدر عن الله سبحانه ونور النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال نور النبي صدر خلق الله كل شيء، فتق من ذلك النور نور علي، ثم خلق الأشياء بعد هذه الأنوار، خلق العرش، خلق القلم، خلق باقي هذه الأمور كلها وكلها بعد أن خلق أنوار النبي. عندنا وردت روايات قبل خلق آدم والخالق بأربعة عشر ألف عام، قبل أربعة عشر ألف عام خلقهم موجودين. الآن الميثاق اللي أخذوه من الناس بعالم الدار يؤمنوا بما مو بمحمد، ها؟ وهذا دليل على أنهم موجودين في ذاك العالم. ولا شلون أخذوا الميثاق؟ شلون أخذوا الميثاق؟ الميثاق أخذوه من وين؟ ذاك العالم قبل أن يأتوا إلى عالم الدنيا. إذن هذا المقام يطول واقع لنا إشكالية تطرح، ولكن يطول بنا المقام. ولكن نذكر مقام آخر حتى نكون شوي أدينا ولو بذكر مقامين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المقام الأول مقامات رسول الله أنه صلوات الله وسلامه عليه أول شيء خلقه الله على هيئة نورية وأوجده الله، ولذلك الفلاسفة يعبرون في أبحاثهم عن النبي بالصادر الأول، والمراد من الصادر الأول أول شيء صدر عن الله وهو النبي محمد. نجي إلى المقام الثاني من مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مقام الرحمة. الآية القرآنية التي ابتدأنا بها الحديث ماذا تقول؟ وما أرسلناك إلا رحمة. وهنا نقطة لابد من الإشارة. الآية القرآنية تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. أي عالم؟ للعالم الذي كان يعيش فيه رسول الله أم مطلق العوالم؟ الآن هناك مريم بنت عمران، ها؟ سيدة نساء عالمها، لو سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين عالمها. مريم سيدة نساء عالمها، صحيح ولا؟ أنا خلي الزهراء سلام الله عليها لتتفق ويا رسول الله في هذه المسألة. الآن عندما نقول الآية المباركة، عندما تبين عندما فضل مضمون الآية المباركة بني إسرائيل عندما فضلوا على العالمين، على كل العوالم وعلى عالم زمانهم، صحيح ولا؟ سؤال هنا عندما نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الزهراء،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقتل العالم الذي كان يعيش فيه رسول الله عن كل العوالم هو رحمة له، هو لكل العوالم رحمة. أي عالم؟ عندنا عالم الملكوت، عالم الملك، عالم الجبروت، عالم الأرواح، عالم البرزخ، عالم الجاج. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة لكل العالمين، كل العوالم. مثل ما الآن أنت تقول في حق الله عز ذكره الحمد لله رب العالمين، الله رب كل العوالم، صحيح أو لا؟ كل العوالم ربها من؟ الله سبحانه وتعالى رب العالمين مطلق العوالم. وكذلك الرسول الله أرسله رحمة للعالمين، ليس للعالم الذي كان هو فيه، وإنما لمطلق العوالم هو رحمة، رحمة للجان، رحمة للإنس، رحمة لذلك العوالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأمته يقال لها الأمة مرحومة بما؟ أليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ما جسده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف أنت الأذى الذي ما أوذي نبي بمثل ما أوذيه، كلما تجرأ على رسول الله يرفع يده إلى السماء يقول اللهم اهد قومي، اللهم اغفر لقومي، فإنه لو كنت فظا غليظ القلب انفضوا، لكن رحمته الواسعة. انت شايف خلق رسول الله شلون ورحمته شلون؟ يقولون هاي قضية انا اذكرها، اخدم هذه القضية من كثر الاذى الذي واقعا ضرب شج رأسه رسول الله، كثرت الباطلة، تأذى، كانوا يلقون عليه الحجارة. رسول الله تأذى واقعا، حتى تلك القضية التي ينقلونها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في كل يوم يسير وإذا بيهودي قد ترصد لرسول الله، كلما مر رسول الله كان يلقي الحجارة عليه ويؤذي رسول الله. في كل يوم يمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلقى الأذى من ذلك اليهودي، ويهودي. وفي يوم من الأيام خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا به لا يرى ذلك الرجل الذي كان يؤذيه في كل يوم ويلقي الحجارة عليه. سأل الناس وين هذا؟ قالوا له مريض طايح بالفراش. ايش سوى رسول الله؟ الله شوف هذا، وما ارسلناك الا رحمه. يقول انا اروح وازورها، ولكم في رسول الله اسوه، شوفوا رسول الله واخلاق رسول الله ورحمه رسول الله وعطف رسول الله. راح الى ذاك اللي كل يوم يؤذيه وجلس يم يعوده مريض. لما أفاق اليهودي شاف رسول الله اتفاجأ، قال له تعال أنت تزورني؟ قال له بلي أنا أزورك. قال أنا اللي كل يوم أذيك وألقي الحجارة عليك، هم تأتي وتزورني؟ قال بلى، هذه أخلاقنا، هذا ديننا، وهذا إسلامنا. نعم، فدخل في الإسلام ببركة خلقي ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ببركته انتشل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك المجتمع الذي كان يعيش في الظلام والظلمات، انتشله إلى النور، إلى الضياء، إلى السعادة، إلى القرب من الله، كله ببركة رسول الله. وإلا لولا رسول الله وين؟ أنت شوف المجتمعات الغربية التي لا تؤمن برسول الله، يقول لك وين يعيشون دول؟
ما عليك أنت من التقدم الذي يعيشونه، ولكن عندما تسأل عن الخلق والأخلاق، عندما تسأل عن هذه الأمور، عن الأمور الإيمانية، الأمور المعنوية، وين يعيشون؟ نحن في سعة ببركة إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين. رسول الله هذا الذي بعثه الله رحمة لنا وللعالمين في مثل هذه الليلة طريح الفرج، طريح الفراش بأبي وأمي رسول الله، يخشى عليه دم ويفيق تارة أخرى، وكلما أفاق رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم: أين حبيبي؟ علي بحبيبي. فكان كلما دخل عليه رجل بعد رجل يعرض رسول الله عنه ولا يكلم. قالوا لفاطمة: أين علي؟ فإن رسول الله لا يريد غيره. أرسلوا على أمير المؤمنين: علي يا علي، قم إلى رسول الله. جاء أمير المؤمنين، ما إن نظر إلى رسول الله على هذه الحالة مات مالك نفس بأبي وأمي، ونادى: ومحمدا. جرت دموع أمير المؤمنين على خده، دخل على رسول الله، ما إن فتح النبي عينه ونظر إلى علي تهلل وجهه ونادى: علي يا علي، إلي إلي. جاء أمير المؤمنين، أخذ رسول الله بيد علي وأجلسه عند رأسه ووضع رأسه في حجر أمير المؤمنين. هذا ورسول الله رأسه في حجر علي، بينما هو كذلك إذ أغشي على رسول الله. جاء الحسنان وهما يبكيان على جدهما رسول الله. أقبل إلى رسول الله، جاء الحسن عن يمينه والحسين عن شماله وانكبى على رسول الله، كل ينادي: وجد. أفاق رسول الله على بكاء الحسن والحسين. أراد أمير المؤمنين أن ينحيهما عن بدن رسول الله، قال له: يا علي دعهما على صدري، خليهم يا علي، خليهم يا علي، أشمهما ويشماني، وأتزود منهما ويتزودان مني، فإنهما يقتلان بعدي، ألا لعنة الله على من ظلمهما. هذا وجاءت بينما هم كذلك رأس رسول الله في عجر أمير المؤمنين، الحسن عن يمينه والحسين عن شماله، وإذا أقبلت فاطمة، جاءت فاطمة الزهراء، دخلت على رسول الله، رأته على تلك الحالة ما تمالكت نفسها ونادت: وأبتا. ومحمدا. جاءت وانكبت على رسول الله تبكي. أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنظر إلى رسول الله ودمعتها على خدودها وهي تنادي بحنين وأنين:
عين وأبيض يستسقى الغمام بوجهي ثمان اليتامى عصمة للأرامل. قال لا رسول الله بصوت ضعيف: بني فاطمة هذا قول عمك أبي طالب، لا تقولي ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مسك رسول الله يد فاطمة ووضعها في يدي علي مناديا علي يا علي علي، هذه وديعة الله وضيعة رسولي، فاحفظ الله واحفظني فيما دير بالك يا علي على فاطمة. ثم نادى رسول الله: ويلا لمن ظلمها وويلا لمن ابتز حقه وويلا لمن احرق بابها وويلا لمن آذى خليله. ثم التفت الى فاطمة: بني الي الي. تقربت وسرها في اذنها، تهلل وجه فاطمة شيعة موالين. ماذا قال رسول الله لفاطمة؟ قال: لا بني، انت اول اهل بيتي لحوقا بي. نعم بني يا فاطمة انت المظلومة بعدي، انت المستضعفة بعدي. من آذاك فقد آذاني، ومن جفاك فقد جفاني، ومن وصلك فقد وصلني. وأخبر بما يجري عليها: يا رسول الله جني يتشوف بنار بيتك حارقين، جني يتشوف بنار بيتك حارقين، جني يتشوف الضلع منك كاسر، وبعلك يا بنتي بالحمايل قايدين، وانتي خلفي صارخة خلوه لي فرقا. يا بنتي علينا لكن يا فاطم مدتك ما هي طويلة، أول من أهل الدين من يقدم علي. هلت مدامع عزتش وصاحت بصوت: يا ريت قبلك يا الأبو يعاجل لي الموت، ولا شوف من شخصك يا أبو خلية هاي البيوت، يصعب فراقك يا رسول الله علي. ثم التفت إلى أمير المؤمنين: علي يا علي، إن عندي وصايا في قلبي أريد أن أوصيك بها، ولكن يا علي أخبرك بما يجري عليك، أتصبر يا علي؟ ويقودونك بحمائل سيفك،
أتصبر يا علي يأخذونك ملبب من دارك. علي يقول أصبر يا رسول الله، قال يا علي أتصبر ويهجم عليك دارك؟ أتصبر يا علي وتعصر الزهراء خلف الباب؟ أتصبر يا علي وتلتم الزهراء على وجهي أصح ونادي ومصيبة ومحمدا؟ وعلي ينادي وفجيعته ومصيبته. أصبر يا رسول الله إن كان فيه سلامة ديني، بينما هو كذلك وإذا هو بفاطمة. أبا يا رسول الله أنت على العادة كل أولادي أنت إني سميتهم، أسميت الحسن وأسميت الحسين، ولكن يا رسول الله ما أسميت حملي الذي في بطني، ما أسميت. وإذا برسول الله خرت دموعه على خدوده. اسمع، وحمل الذي قلت لنا باسم، وحمل الذي في بعض ما قلت باسم لنا، لما انسمع الهادي هلت مدى مع قلها محسن اسمه وعدوانك سقط. أنا من مناد ومصيبته، أنا من مناد ومحمدا، بينما هم كذلك وإذا بالباب يطرق. قامت فاطمة ونادت من الطارق، قال أنا غريب أتأذنون للغرباء بالدخول؟ قالت له يا أبا إن رسول الله مشغول عنك بنفسه، جاء في المرة الثانية وطرق الباب. وقامت له فاطمة وقالت له إن رسول الله مشغول عنك بنفسه، وإذا في المرة الثالثة وإذا بالباب يطرق. أفاق رسول الله وقال بني فاطمة هذا مفرق الأحباب، هذا غادم للدار، ولن واحد بالباب يتخفى بكلام. نادي يا البيت النبوة والإمام، بالله ادخلوني على المظلل بالغم، أطلب الرخصة من النبي سيد الكون. صاح النبي قومي يا زهرة وافتح، هذا الذي ما يغاب من حاجب وبر، يم الحسن وعاد نفرق بين بس الله الله عقب عيني بحسن وحسن. أنا من مناد ومحمدا. يا حدر الكرار بوصيك بوصية، كف العقوب عيني يا حدر بالزكية. يلطم على صدرك، اسمع الوصية. يا حدر الكرار بوصيك بوصية،
بعيني يا حيدر بز هاي البتولة من عقوب عيني كفلها ولا من بجت يا حيدر الكر وارسلها ونشف دمعها يا علي واجمع شملها ليكون عنها تغض طرفك يا شفية يا حيدر الكرة موصيك بوصية تكفل عقب عيني يا حيدر بالزجية بعد تكفل يا علي بم الأيمة الله خلقها يا علي للناس رحمة لكن عليها الجور من بعد الأمة يا مغصص بتنال من بعد وأذية يا حيدر الكرة موصيك بوصية تكفل عقب عيني يا حيدر بالزكية يا حيدر الكرار بوصيك بوصية تكفل عقب عيني يا حيدر بالزكية جبريل خبرني عن الباري كرار من بعدي العدوان تضرب بيتكم نار وحليلتك تنعصر بين الباب والجدار وتطيح مكسور الضلع من هالزجية وتطيح مكسور الضلع من هالزجية يا حيدر الكرار بوصيك بوصية كف العذب عيني يا حيدر بالزكية وانت على المنبر يا حيدر يبعدونك وبالحبل من بيتك يا حيدر يسحبونك ولولا الامر بيدك تراهم يقتلونك خلفك الزهرة تصيح بدموع جرية خلفك الزهرة تصيح بدموع جرية يا حيدر الكرة موصيك بوصية تكفل عقب عيني يا حيدر بالزكية يا حيدر الكرة موصيك بوصية تكفل عقب عيني يا حيدر بالزكية بس ما جسمي بالتراب بتجيك يا زهرة مصايب مال احسن خديك يلطمونا ويقودوا دا حتى من صياحك يمنعونك علي هو محمد يا الله نسألك اللهم ونتوسل إليك بحق مولانا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما فرشت عنا يا الله اللهم شافي لا يمن لا سيما المنظورين اللهم من عليهم بالشفاء اللهم فك كل أسير لا سيما أسرائنا اللهم فرج عنهم وفك أسرهم يا أرحم الراحمين اللهم ارحم شهداءنا الأبرار اللهم رد كل غريب اللهم واحفظ ثوار أبي عبد الله الحسين وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين
اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكده. جماعتي الحاضرين فضم اللهم في أنفسهم فردا فردا، لا سيما المؤسسين تقبل منهم هذا العمل المبارك، وكلكم إن شاء الله مؤسسون. إخواني أيها الأحبة شوي تحذرون هاي الليالي اللي كنا وياه ليلة الحادي إلى هذه الليلة، إن شاء الله نسأل الله أن يرجع علينا هذه الليالي في حال أفضل، وإن كنا قصرنا معكم في حديثنا وفي مصائبنا فالمعذرة إلى الله وإليكم، وكما يقول العذر عند كرام الناس مقبول إن شاء الله، فجزاكم الله خير الجزاء وثبتكم الله على ولاية علي وأولاد علي. والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. Oh.